أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي أمس خلال زيارة قادته لولاية عندي مشنت على فعاليات الندوة الجهوية للأوقاف والزكاة، حيث صرح بأن المشروع سيكون له بصمة في الجزائر الجديدة معتبرا إياه دعما للتنمية في بلادنا. وأشار وزير الشؤون الدينية أن المشروع سيكون قريبا على طاولة الحكومة. هو دعم لمشروع التنمية في بلادنا وسيكون إن شاء الله له بصمة في تاريخ الجزائر الجديدة، لأنه من التزامات السيد رئيس الجمهورية وبرنامج مخطط عمل الحكومة لتطوير أداء القطاع، وإن شاء الله هذه الندوة ستكون توطئة للديوان الوطني للحج والأوقاف والزكاة الذي سيكون قريبا إن شاء الله على طاولة الحكومة وسيناقش وسيكون إضافة للمنطقة، لأن منطقة عين تمشنت بادرت ببطاقة رقمية نموذجية لإحصاء الأوقاف والأراضي الفلاحية الوقفية، وستعمم على سائر التراب الوطني إن شاء الله.